السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. شرح الآيات: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بعاجزين ولا أذلة، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم. وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا، كما قال يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه. وكما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر 80 الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على الانتقام. وكذلك عفوه عن غورث ابن الحارث الذي أراد الفتك به عليه الصلاة والسلام حين اخترط سيفه وهو نائم، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وهو في يده صلتا فانتهره فوضعه من يده، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف من يده ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفى عنه. وكذلك عفى عن لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه. وكذلك عفوه عليه الصلاة والسلام عن المرأة اليهودية وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود ابن مسلمة، التي سمت الذراع يوم خيبر فأخبره الذراع بذلك، فدعاها فاعترفت فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. فأطلقها عليه الصلاة والسلام، ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها به. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا والحمد لله. ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات، وأنها على 3 مراتب: عدل وفضل وظلم. فمرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلها، لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء. ولهذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يجزيه أجرا عظيما وثوابا كثيرا. وشرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به. فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: إنه لا يحب الظالمين. الظالمين الذين يجنون على غيرهم ابتداء، أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته، فالزيادة ظلم. ولمن انتصر بعد ظلمه، أي انتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه، فأولئك ما عليهم من سبيل، أي لا حرج عليهم في ذلك. ودل قوله والذين إذا أصابهم البغي وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه أنه لابد من إصابة البغي والظلم ووقوعه. وأما إرادة البغي على الغير وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء، فهذا لا يجازى بمثله، وإنما يؤدب تأديبا يردعه عن قول أو فعل صدر منه. إنما السبيل، أي إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم
أولئك لهم عذاب أليم، أي موجع للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. ولمن صبر، أي من صبر على ما يناله من أذى الخلق وغفر لهم بأن سمح لهم عما يصدر منهم، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة. ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم وذو الألباب والبصائر، فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق الأشياء عليها، والصبر على الأذى والصفح عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأشق، ولكنه يسير على من يسره الله عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به واستعان الله على ذلك. ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره تلقاها برحب الصدر وسعة الخلق والتلذذ فيه. يخبر الله تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال، وأنه من يضلل الله بسبب ظلمه فما له من ولي من بعده يتولى أمره ويهديه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب مرأى ومنظر فظيع صعب شنيع، يظهرون الندم العظيم والحزن على ما سلف منه، ويقولون هل إلى مرد من سبيل، أي هل لنا طريق أو حيلة إلى رجوعنا إلى الدنيا لنعمل غير الذي كنا نعمل، وهذا طلب للأمر المحال الذي لا يمكن. وتراهم يعرضون عليها، أي على النار، خاشعين من الذل، أي ترى أجسامهم خاشعة للذل الذي في قلوبهم. ينظرون من طرف خفي، أي ينظرون إلى النار مسارقة وشزرة من هيبتها وخوفها. وقال الذين آمنوا حيث ظهرت عواقب الخلق وتبين أهل الصدق من غيرهم، إن الخاسرين على الحقيقة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، حيث فوتوا أنفسهم جزيل الثواب وحصلوا على أليم العقاب. وفرق بينهم وبين أهليهم فلم يجتمعوا بهم، آخر ما عليهم، ألا إن الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب مقيم، أي في سوائه ووسطه منغمرين لا يخرجون منه أبدا ولا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.